والسياحة. نشكروا كذلك المبادرة الوطنية اللي مولتنا المشروع 20 مليون سنتيم. ونشكروا كذلك وكالة الشرق اللي جهزت لنا المقر ب 1 بريغو 2000 لتر. ونشكروا كذلك المجلس القروي في شخصية رئيسها السيد سعيد التومي اللي عاوننا الله يجازيه بخير اي حاجه طلبناها له عطاها لنا. والحمد لله الافتتاح مر في اجواء جميله. ونطلبوا الاخوان الكرام يعرفوا بالله هذا المشروع راه ماشي ديال فتحي عمر ولا ديال السي فلان ولا السي فلان، ديال الجميع. الا نجح رانا ننجحوا جميعا، والا خسر بلعنا رحنا غادي نخسروا جميعا. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بعدا نشكروا كامل على الحضور في هذا النهار، هذا التعاون ديال الافتتاح. الحقيقه هذا المشروع يعني عرف بزاف ديال التعطيلات، لان من اكثر من 3 سنوات يعني ماشي سهل باش غادي دير واحد المشروع، لان يعني كتوجد كدور له التمويل ديالو وكذا. لحقاش لان المبادره الوطنيه دات يعني مولت البناء، ومن بعد يعني باش تكون باش دير التجهيزات انك خصك تدور واحد الشريك اخر. اذا به يعني الشريك الثاني كانت هي وكاله الشرق. وكاله الشرق باش جابت لنا التجهيزات تعطلت شي شويه، هي اللي تعطلت ازيد من سنه. وملي درنا التجهيزات وكل شيء يعني بقات المشكل ديال الضوء الماء. الضوء الماء يعني هذيك كان على عاتق التعاونيه. التعاونيه دارت واحد المجهود كبير، لانها باش تجيب الماء والضوء خصها ترخيص، خصها كونتور، خصها بزاف ديال الحوايج، لانها يعني اكثر من 6 شهور ولا 7 شهور ولا يقدر نقول لك حتى سنه يعني. والحمد لله ان المشروع ظهر الوجود. ولهذا كنطلب من الساكنه بان ما يعني دابا باش يدير لنا هذا المركز تجميع الحليب راه يعني تقرب لهم، ما بقاش عندهم شي مشكل كبير. لان من بعد التعاونيه غادي تلقى عاد حلول احسن من هذا الشيء. بتيتر غادي تقدر تمشي دير شي تزيد دير شي مشروع مع المبادره الوطنيه، وتجيب شي بيكوب وشي شي شي يعني باش تسهل وسائل النقل للفلاحه. ولهذا انا كنشكركم وكنشكر الحضور اللي لقاو هاد الدعوه، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. دابا هاد المبادره جابت لنا النقص. بحال انايا بوحدي كنت ندفع 160 متر في النهار، 160 متر غادي تنقص عليك جوج دور ولا في الشهر لقيت 1200 درهم. 1200 درهم غادي تنقص عليا بزاف. زايدون كان داك السيد كيجيو عندنا حتى للدار. دابا واش كاين عنده كاين هاد المبادره عندها شي بوت كوبات يجيو عندنا حتى للدار؟ لحقاش دابا ما شفنا والو، ما شفنا شي بي كوب غادي تجي عندنا ولا تسمح جبناها راسنا. عاود العلف اغلبيه ديال الفلاح ما كتشدلوش 100 درهم في الشهر، 20 ما كتشدلوش في الشهر، كيمشي يهز العلف بالكريدي. بغينا نشوف واش كاين شي عندنا. حنا كنهزو العلف بالكريدي وكندفعو الانتاج ديالنا وكيقطعو لنا منو كيعطيو لنا داكشي اللي كيشيط لنا نعيشو به. واغلبيه نتاع هاد العلف كنا نهزو في واحد في الشهر. دابا واحد في الشهر ما عندناش. راه البارح لحقاش 30 في الشهر، تحاسبنا مع السيد كملنا معاه اللي قطع له العلف ديالو قطع له، وكان يجيب لنا كنهزو العلف اللي يجيب لنا 30 يوم. دابا من واحد في الشهر ما عندناش باش نخدمو. كاين الناس الفلاحه اللي ما عندوش باش يمشي يشري. بغينا نشوف واش كاين شي علف باش نخدموا. حنا باش غادي نخدموا؟ راه البكريله ما عطيتوش العلف، راه ما كانش انتاج. قضيه ديال العلف دي ان شاء الله شخصيا ماشي عاد في الجهه ولا القضيه ديال العلف صافي. المشكل ديالو غادي نتفاداوه وغادي نديروا شي حل مع هاد الناس اللي كيبيعوا العلف زيو. يمكن غادي نبقاو نعطيكم شي بون ولا تمشيو عندهم وكنتلاقاو معاه. القضيه ديال ترونسبور راه كما كيعرف السي عبد العالي العماله معدنه بتويوتا قالت لك واش شهر واش شهرين واش ثلاثه الله اعلم. راني كندير بانيكو بيكاب مشيت الصباح جيت الا ما حضرت في عين المكان، مي كان يجي السيد اللي دي عندكم الحليب راني وصلت تما جمعت الحليب اللي كان تما كلشي وجبته. مين قلت لكم اودي راه هذا المركز ديالكم راه ما تحملوش مسؤوليه العمر ولا راه واحد المركز تبنى في وسطكم، يعني كلكم خصكم تعاونوا.
راه مين كيقول لك غادي نجيب بكم راه غادي يدير مجهود، راه هو واحد منكم يدير مجهود ويدير مشروع ويدير كذا، ما غادي يديه لا تجيبو لا والو، غادي يجيب بكم باش يعاونكم نتوما، يعني حتى انت تقدر تجي تدخل معاه تعاونو ماشي ديالو بوحدو. الناس ما تنواش بيننا ما تقول له بحال اللي كيتحملوا المسؤوليه، لا راه كاملين واحد الحاجه جات لكم الدوار حافظوا عليها وتعاونوا فيها كاملين، سواء في العد سواء في يعني في الاول بيسير غادي تجيب الحليب بيديك، ولكن واحد المده غادي توليش تجيب الحليب، غادي يكون عندهم بيكوب عندهم ماتر صغار ليكم شويه مرشوش.